اسمي شيخ أدم محمد ابن إبراهيم في هذا المكان مكان النجاش الإمام الخطيب في هذا النجاش ونحن الآن في مسجد النجاش واقفين ترون هذا النجاش معلوم في دول العالم الإسلامي أو أوروبان أو أفريقيا أو آسيا معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الأمر في مكة بعد 40 سنة نزل الوحي القوي كان يستفيد والضعيف كان يهتزم بعد 560 سنة الرسول في مكة عليه الصلاة والسلام نزل هو الأمر الوحي أن الإسلام القوي كان يستفيد والضعيف كان يهتزم والنساء كانوا بحياتهم يدفنهم قال اذهبوا إلى أرض الحبشة فيها ملك العادل الملك الصالح لما استقبله السيد عثمان بن عفان رقية بنت رسول الله أول المهاجرين كان في الأرض الحبشة كانت ملكته في الأقصم المهاجرين آتوا عنده 11 رجلا أو 4 أو 5 نسوة آتوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجوزها السيد عثمان بن عفان هجروا إليه إلى نجاش النجاش الملوك كان يسموهم يعني الرؤساء كان النجاش اسمه أدرآز بن أبو حور بن أبجر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلى أصحمة النجاش أين نذهب يا رسول الله فيها أرض الصدق فيها ملك العادل ملك الصالح لا يظلم ولا يظلم عنده أحد لما أتوا عنده السيد عثمان بن عفان استقبلهم بعد 3 شهور قالوا استقبلوا عن الرسول تبعوا أمنوا حصلوا أسان بعد 3 شهور الله لو أتيتم جبلا ضهبا ما أريد هديتكم لي أمانة قال في هذا المكان ونحن النجاش كان في كل دول العالم على الإسلام عن الأفريقيا والأوروبا يعرفه أولا صلى إليه الصلاة الغائب عنه في المدينة بواسطة جبريل 120 نبيا ما نزل عنهم الصلاة الغائب لأنه الحاضرين صلى قبله ولا بعده النجاش كان ملك العادل ملك الصالح يأمر بالعدل ما كان يستفيد يعني القوي كان يهتزم والضعيف كان هذا النجاش والله والله من نظر إلى هؤلاء رهتي نظرة تؤذي فقد عصاني بهذا قال هذا والله ما أريد هديتكم ولا أتيتم جبلا إني لي أمانة أرسلها رملة بنت أبو سفيان أم حبيبتها مع جوزها دفع لها 400 دينار لأم حبيبتها أرسلها إلى المدينة حتى ابنه أريح بسفينة واحدة سفينة بأمر الله غرقت في البحر واحدة سفينة يعمل النبا إلى وصلوا إلى المدينة كان سيدنا عمر يمنعهم لا تمنع ما رقص هذا قال السيد جعفر الرسول قال عليه السلام إني أفرح بجاءة الجعفر أو قدم الخيبر كان في الخيبر حب أساء وكله فرحة هذا صفح في جبهته إلى سيد جعفر ترون في هذا المكان دفين فيها 11 رجلا أو 15 نسوة 10 رجال بقوا في هذا المكان هذا النجاش في دولة العالم الإسلامي معروف هذا بنيت أول بنها الدريح محمد عبده والآن التعمير الأتراك يجددها ويعمرها وسعوا الحوش يعني أول بنى على عمودي وسعوا الحوش الآن يعمر الأتراك هذا ترون مكان في مكان المطبخ في مكان المأكولات في الحمامات وهذا يصلحون الأتراك الآن يجددون وهذا ترون نريد يتوسع بعد هذه يكون دولة العالم الإسلامي يعرفه كما يعرفون كان هذا المكان ترون بدفين فيها صحابيين 15 هنا في هذا المكان معنا النجاشي ملك العادل ملك الصالح في هذا نحن واقفين في المسجد ونحن هذا الدريح ترون أمامنا هذا الدريح ونحن واقفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.